استطاع مواجهة مرض السرطان بقوة وإرادة، أثبت للجميع بأن إصابته بالسرطان كانت البداية لحياة جديدة ومستقبل أفضل. ما في أي كلمات ممكن نقدر نوصف فيها هالقوة وهالعزيمة وهالإصرار عند محارب وقاهر السرطان فارس حلقتنا محمد المجالي. حلوة. حين يكون الإصرار مبنيا على الإيمان بالله أولا ثم الثقة بالنفس تكون ثماره طيبة. محمد المجالي الذي يقاوم ذلك المرض اللعين بابتسامته الجميلة الممتلئة بالتفاؤل وإيمانه المطلق بأن الله لا يبلو عبده إلا لحكمة، يبث رسالة لكل العالم أن الثقة هي أول درب من دروب النجاح. محمد المجالي فارس شق الظلام بشعاع من نور عينيه، فتراه يمازح المرضى ويخفف عليهم آلامهم وكأنه يقول لا يأس مع الحياة. نحن ننظر إلى شاب زي محمد والشباب اللي بمروا بهاي التجربة إنهم صحيح عمالقة وإنهم قدوة لكثير شباب، وإلنا جميعا يعني نستفيد منهم القوة، لأنه بيكونوا في على محك الاختيار الصحيح وبيشوفوا إنه وبيفهموا بعمق أهمية الحياة، وبالتالي بيكون اختيارهم مع إنه صعب جدا قد يبدو لنا لأي واحد طبيعي مستحيل، لأنه الخيار بيكون حكيم. ولما نشوف شاب زي محمد بهالنفسية الحلوة هاي قادر يتعامل مع ممكن نسميها مأساة ويحولها بالعكس إلى بداية جديدة في حياته وإدراكه لأهمية العلاج الصحيح، إنه نستمد من القوة ومثله مثل الشباب بصيروا يساعدونا تنقنع الشباب ليقطعوا العلاج. أحيانا بنواجه مشاكل مع الشباب ومع المرضى والأطفال بأنه ما بده يتعالج، ما بده ينزل شعره، ما بده يختار العلاج الكيماوي، ما بده يجي على المستشفى، الإبر كذا، هاي كلها تحديات. لكن هنا بنحكي عن تحدي أكبر صحيح من جميع التحديات، وبنحكي عن شخص قوي استطاع أنه يتغلب على هاي المشكلة. طبعا مع العلاج الكيماوي والعملية استئصال إن شاء الله نتائج الشفاء بتكون ممتازة، بس لازم نكمل العلاج ما بعد العملية، وهذا الشيء اللي عم يخضع له محمد، لأنه بعد إنهاء العلاج الكيماوي الكامل إن شاء الله بتكون فرص الشفاء ممتازة. هدفنا الآن قضينا على الورم في مكان ما هو موجود، لكن هدفنا القضاء على الخلايا التي لا ترى بالعين المجرد ولا يمكن حتى بالصورة الطبقية مشاهدتها، بتكون موجودة في أعضاء بالجسم مثل الرئة. العلاج الكيماوي بيقضي عليها وبيمنع من عودتها، وبالتالي بتحقق الشفاء بإذن الله. بس بحب أقول لكم إنه السرطان مش موت للحياة، وهناك ما يستحق العيش لأجله، والحياة ليست للعيش، الحياة خلقت للتعايش. بدك تحط ببالك إنه فيش إشي مستحيل، فيش إشي مستحيل، بدك هيك تكون هيك بطل أسد. محمد أيها الصابر على ما ابتلاك الله، طوبى لك على عزيمتك التي لا تلين. أما نحن فنسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. شو يا محمد؟ ماليش دخل أنا. يسعد هالصباح الحلو. يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل، صباح الأردن، جمعة مباركة. يعني شكرا على هاي الاستضافة، شكرا للتلفزيون الأردني، شكرا لأنك جيت. لا أنتو جد شكرا. أنت درس لكتير ناس يا محمد. الله يسعدك ستلان. درس إلي ودرس لكتير من الأشخاص. مرات يعني بتلاقينا منتدمر من الحياة، استغفر الله، مرات منقول ليش. أنت بتعطي القوة لكل حدا بيعرفك باللي مريت فيه بقوتك وإرادتك، وأولهم أنا يا محمد. بالضبط. شكرا لك. يعني شكرا. أرحب بأم يوسف المجالي والدتك. يسعد صباحك. شكرا. أنا أول إشي أنا محمد المجالي، 16 سنة، محارب سرطان. أنا لسه معركتي شغالة مع السرطان،
بلشنا أول إشي بست جرعات كيماوي، بعدين عملية البتر، بتروها رجلي الحمد لله، يعني فضل من الله وفخر بالنسبة لي إنه أنا صارت عملية البتر أنقذت حياتي. أنا وين طلع لك السرطان يا محمد؟ السرطان كان بالعظم، من نوع أوسيوساركوما، بون كانسر. والسرطان الكاحل هو كان بالكاحل، هو يعني نادر ما بيطلع بالكاحل، أنا كنت حالي نادر إنه بيطلع بالكاحل، هو بيطلع بالركبة أكثر الناس، بالضبط أكثر الحالات بتكون بالركبة، وبتكون استئصال للورم. يعني فكرة البتر ممكن إنه نجيبها أنا، لأنه كان المنطقة كانت خطيرة، المكان كان خطير. كيف حسيت فيه محمد؟ مع أنك أنت لاعب كرة قدم ورياضي ولعبت بنادي السلط. بالضبط. ولو أنك مجالي بس ما فيش مشكلة. أوكي، هسه إحنا كيف البداية؟ وجع زي أي وجع يعني ممكن تحس فيه. أنا لأني كنت لاعب زي ما تفضلتي، وكثير كنت تفكر من الرياضة ومن اللعب. بالضبط، أنا كنت زي هيك أفكر، بعدين إنه اتغاضيت عنها وما سألتك، ما يعني غطرشت لمدة أسبوع، يعني أسبوع مش هالفترة الواو، بس إنه بعد فحوصات وبعد عملية الخزعة هي بين إنه سرطان عظم من نوع أوسيوساركوما. وكانت ردة الفعل طبعاً ردة فعل زي أي فعل، إنه اكتئاب، و يعني الجو الحزين. بالضبط، شو كانت ردة فعلك؟ أنا ما عرفت خبوا علي إنه أنا معي سرطان، لأنه يعني مثلاً شاب زي هيك بعمري، حتى طفل، أنا تحت 18 طفل، ما مش راح يقول لك إنه يعني مش راح يتجاب. ما توقعني يتقبل، أحسن شاب بالدنيا. الحمد لله، الله يسعدك، جد أنت بتجنني، جد بتجنني. فأنه بقول لك إنه بعد ما يعني انصدموا، انه صار يقولوا لا بدناش نخبره، لانه ممكن كثير يجيب معه انه بالضبط ياثر عليه. بس انا ايش بعد الجرعه الثانيه صار الدكتور لازم انه نقابل الدكتور الجراح دكتور اياد، دكتور احمد شهاده. طبعا بدي اوجه شكر للدكتوره هديل الحلالشه، دكتور الكيماوي، دكتور اياد سلطان، ودكتور احمد شهاده، الكادر الطبي كامل بدي اشكرهم، تعاونهم، كيف المعامله تبعتهم، كيف المعامله الابويه والاخويه، كيف انا كنت افوت على الدكتوره، كنت اقعد معها اكثر من اي حدا، كنت اقعد على اساس انه هي اختي وعلى اساس انه هي امي، وبنحكي طبيعي، الامر كان طبيعي. بس هسه نرجع انه بعد ما عرفت بالموضوع صابني اكتئاب وصابني صدمه، انصدمت بالشيء. بس بعد ما فكرت كثير، قعدت مع حالي كثير، فكرت. شو فكرت محمد؟ بالزبط. هاي اللي بدنا نحكي فيه. شو فكرت بالضبط؟ يعني شو اللي اعطاك هاي القوه؟ الله اول شيء اعطاني طاقه رهيبه، سبحان الله، كله بفضل ربنا، ايمان بالله. انا امنت بالقدر وامنت انه احسن الي. شوفي انا بعد الجرعه ما شاء الله عليك، بعد الجرعه الخامسه صار انه بدنا نصور صوره رنين مغناطيسي، وخلص انه بدنا نثبت انه مجريات العمليه يا انها بتر يا انها استئصال للورم. ايوه، بس بعد يعني صرت اقول لهم انه لو السرطان مش موجود معي مش راح يكون احسن من الي من البتر. انصدموا، صار يقولوا كيف يعني انت مثلا بتحكي انه لو ظلت رجلك مش راح يكون احسن من البتر؟ قلت لهم انا الله اختار لي البتر، الله اختار لي الاحسن، انا مآمن بهذا الاشي. وصابتني هاي الراحه النفسيه، التفكير انه كيف فكرت انه انا الوحيد اللي بقدر اغير. انا من زمان انا بحب اتميز، بحب اكون غير عن الناس، بحب يعني اشوف مثلا الاشي الغير اسويه. فانا انه هو كله اكتئاب، انا الوحيد اللي بقدر اطلع بقوة، بدها جرأة انه انا اطلع واغير هذا المفهوم، اغير، اوصل رسالتي. انا هسه رسالتي يمكن ما حدا، في ملايين من المحاربين، ملايين اللي معهم سرطان، ملايين اللي مش قادرين يطلعوا يحكوا، ما عندهم، يمكن خايفين او مستحيين، مش قادرين يطلعوا يحكوا. بالضبط، مش قادرين يطلعوا يحكوا بالموضوع. انا نيابة عن كل، انا يعني بطلع بحكي، بوصل رساله لناس كثير، وهاي الرساله لملايين من الناس، انه جد انا رسالتي انه السرطان مش موت للحياه، السرطان بدايه جديده للحياه. شو هذا محمد؟ حق ايجابيه. فبقول لك الحمد لله، ما شاء الله، ما شاء الله، جد انت بتجنني. لا انت اللي بتجنن يا محمد. ام يوسف، يعني عاده انا بعرف الاهل، بس لمرات انا بكون مريضه بقول لها والدتي انا كويسه، مش يعني كويسه، يعني عادي. الام اذا شكت الولد ابره
بتتوجع هي عنه بالضبط، بكون هو كويس بالزبط. بس الام بتضلها متالمه بالضبط بالضبط. هلا انا عم بحكي معاكي انت ام بالضبط، وانا يعني صراحه يعني اولا يعني الله يعينك على اللي مريتي فيه من تعب، يعني ابنك هو هون بيجي ابنك أنا يعني انت انت قوي بس هنا. انت ما بتقدر تتعامل مع الام وقلبها واحساسها بالضبط، ما حدا بيقدر. امي دائما بتقولي ما حدا بفهمني الا بكره تتزوجي وتصيري ام بتفهمي احساسي ومشاعري. بالضبط بالضبط، عرفينا على مشاعرك واحاسيسك. طبعا مش رح اخفيكي يعني ولا رح اكذب اني انا بالبدايه كانت صدمه كبيره بحياتي طبعا. هلا محمد يعني اغلى ولد عندي في الاولاد، مش لانه هو الغالي، هم كلهم غاليين، بس انا الصغير شوي كان مدلل شوي لا مدلل زياده. انا ام كثير بتدلل اطفالها كثير، يعني انا شوي المشاعر عندي نسبه المشاعر شوي ونقطه ضعف في اولادي، فيمكن ربنا عشان هيك امتحني فيهم. قال لا كنت اول فتره والبدايه كنا في حاله انهيار تام، ما يعني ما بخفيكي مدة شهرين أنا كنت مش على يعني ما توقعتش إني أصلاً أمشي على رجلي وأكمل لعند ما أشوف رجلي مبتورة صح. وهو عم بقاوم مرض زي هيك ما كنت أتخيل. يعني أنا على مستوى إذا ما أكل سندويشته في المدرسة كنت أمرض، وينه أكل سندويشته وين راح؟ ضلت تسأل روحه وأبصر شو عندي. هو بنفس المدرسة عم بحكي فيه من بداية، أنا مديرة روضة، هلأ هو عندي بنفس المدرسة من هو صغير، هو بيبي، كل ما انا يعني كل ما وين اكل شرب اندب ما يعني دائما متابعه بهتم بالامور هاي. هلا محمد عم ما شاء الله عليه كان لاعب كره كمان، ضلوا ينادوني تعالي شوفي انجازاته واترك شغلي، يعني ضلوا يقول لي صاحب المدرسه انت يعني 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 المبدا انه هو كنا احنا في حاله انهيار، انا والده اخوانه مش متحملين لا ولا اللي حوالينا، يعني وهو كنا حتى بنخفي عليه خوفا عليه، بس تخيلي من انه انا بعتبره طفل ولهلا بعتبره طفل، ويمكن لما يكبر يعني بالنسبه لي حيضل طفل بالضبط حتى لو كبر. بس هو فاجأنا، هلا هو ممكن مأثر على ناس كثير، يعني من بينهم انت يعني هلا انت على الطبيعه تأثرتي، هلا اول ناس نجح في التأثير اللي اعطاهم يعني اكثر ناس اعطاهم ايجابيه انا بشكره عليها احنا اهله. هلا انا اول انسانه ما كنتش اتوقع اني اطلع واحكي او اني اطلع مثلا واواجه هذا هاي المشكله، كنت خلص حكيت انا دمرت انتهيت. هلا محمد حكى لي ماما بدك كلمه واحده بدك تراجعي ايمانك برب العالمين، الايمان انت مش بتصلي وبتصومي وبتلتزمي بالاشياء الدينيه، في اشياء تانية بدك تامني بقضاء ربنا وربنا كوني على ثقة. شوفي انت الكلام هذا اللي هو بيعلمني اياه انا بدل ما انا اعلمه اياه، واللي انت بدك ماما تعرفي انه انا ربنا ما مرضني الا لحكمة معينة، انا بدي اوصل الرسالة للناس كثيرة من خلال مرضي، ربنا ما يعني قادر انه يمرض حدا ثاني وثالث غيري انا، بس ليش اختارني انا معناته انا في شيء، وانا بدي اخلي بدي استمد كل القوة اللي مرض السرطان اللي الناس بتخاف منه بدي احطها فيي واطلعها بشكل عكسي. واول ناس لازم توقفوا جنبي انتوا، انت بالذات، لانك انت بدك اذا ما كنتي قويه انا راح بلحظات اضعف، بدك تساعديني. وما بعرف ايش اللي صار، انا فعلا رحت معاه على العمليه ورحت معاه على بتابعه بالمستشفى، انا ما بحكي لك انه مش تعب ومش بالعكس هو قمه التعب، بس انا لما بتكون انت تعبانه ونفسيتك منيحه ومريض ونفسيته منيحه وتعبان وكيماوي ومرض وهيك مش يعني افضل يعني بكثير من انك انت بياخذ كيماوي مشكله بتشوفيه متوجع مزبوط. بالنسبه لك غسل الابره على مستوى يعني فما بالك لما يجوا يقولوا لك بدنا نبتر قدم يعني اخر العنقود عندك ابنك يعني هو بالنسبه لي مشكله طبعا. يعني انا باكد لك محمد حتى وهي بتشوفك هيك بالنسبه لها مشكله صح مزبوط طبعا صح مشكله صح كبيره صح يعني حياته ما عادت سهله طبعا لا بس الواحد بيقول واقع وبدنا نتاقلم معه. وهو لو تواجهي المرض بنفسيه زي هيك هاي انا برايي مساعد يعني علميا طبعا ان شاء الله يعني بكون اكيد علميا انه هو هذا راح ياثر ان شاء الله بشفائه التام ان شاء الله، وانا محتسبيته عند رب العالمين، ما في احسن من رب العالمين، هو قوي بارادته الحلوه اللي ربنا اعطاه اياها وحط هالاراده فينا شوي هيك بزرع فينا الامل والتفاؤل، هذا احسن شيء عمله محمد، يعني صح وراح ان شاء الله ينجز بكره وبعده ولا بعدين ان شاء الله الله بطول بعمره وبكون مثل لهالشباب اللي احنا
مترجين منه دائما الطاقة الإيجابية وإنه يشتغلوا لقدام يعملوا مستقبل حلو. طبعا هو بدوش أي شيء في الدنيا يعيقه حمودة. طيب خليني أخذ اتصال. عبد الله يسعد صباحك يا عبد الله. ألو ألو راح عبد الله وبدك صراحة كان صار له قديش بستنانا انقطع الاتصال للأسف. محمد كرة قدم هلأ ما في نشاطات رياضية صعبة. عندك حياة جديدة بدك تتأقلم فيها. بالضبط التغيير. بس بدي أأكد على شغلة بأنك أنت فخور أنه تكشف رجلك على العلن. ما طبعا أنا فيها. فخور برجلي، فخور بالقرار، وطلعت قبل وحكيت أنا فخور بالقرار، فخور بالسرطان، فخور بأي شيء صار معي، لأنه مآمن أنه أحسن إلي. هاي الراحة النفسية، هاي الراحة النفسية اللي الله أعطاني إياها، مش أنه على الفاضي. أنا بطلع مش مستحي من أي حدا، مش خايف من أي عائق ممكن يصير، مش خايف من نظرة العالم، من نظرة العالم نظرة العالم هاي اللي بتحبطك، وهاي اللي انه انت تطلع بعدين ذوي الإعاقة. في الناس انا تغيرت حياتي من انسان لذوي تغيرت الإعاقة. نظرتك بالضبط تغيرت نظرة كل واحد. انا صارت مهمتي او صارت الاشي اللي انا بدي اسوي انه اطلع احكي لكل العالم انه فيش اشي مستحيل. السرطان بداية جديدة للحياة. بدي اغير نظرة العالم، بدي اعمل مبادرات، بدي اسوي، بدي يعني داعم استراتيجي. انا هلا بدي اعرف شو اللي بدك تعمله انت. بالزبط. من لاعب كره قدم وطفل طبيعي الى شخص انصبت بالسرطان، بترت رجلك، والان انت على العكازه، ولكن انت عم تطمح تعمل اشياء كثير مهمه. اول شيء اللي هو حمله المليون. حمله المليون توقيع ضد السرطان. احنا بدنا نطلق هاشتاج مليونيه مين؟ السرطان. انت بالضبط بدنا نطلق مليونيه السرطان. انا بصراحه بدي داعم استراتيجي، بدي مؤسسات، بدي شركات. انا طالع بشكل انساني، طالع لانه الناس حبتني، الناس شافت انه انا بحكي الشيء اللي كويس اللي هم بدهم يوصلوه. قلت لك في ملايين من المرضى، ملايين من المحاربين اللي بيحاربوا هذا المرض. هذا الشيء مش شيء يعني بسيط، او مش شيء انا يعني. هاي الرساله انسانيه، رساله قويه، رساله. مين معلمك كل هذا الحكي؟ ما هيك بس سفير. ايش سفير؟ الحلم برضو اني اصير السفير ضد السرطان بكل العالم. انا بدي اتعلم. وانت اصلا سفير؟ اطلع احكي، مش انا مثلا على الفاضي، بس انا جاي مثلا يوم مثلا عشان بس اطلع على التلفزيون او زي هيك. انا ما وراي بدك هدف. تيجي تقدم رساله. انا بدي رساله، بدي اياها توصل. انا مش انه بس بدي اطلع هيك احكي واي كلام وزي هيك. بدي رسالة، بدي توصل. انا هدفي انها توصل، هدفي انه اغير، هدفي نظره العالم تتغير، هدفي رساله ملايين من الناس تطلع ويحكوا تجربتك. بدي اتعلم منك. صح. احكي، اطلع انت تجربتك. صح. كون فخور بقرارك، كون فخور بمرضك، كون فخور بالسرطان. فخورين فيك. الحمد لله. فخورين فيك محمد. احمد اول وحده. الو الحمد لله. الو يسعد صباحك يا احمد من الباديه الشماليه. ابو راشد من الباديه الشماليه، يسعد صباحك يا احمد. الله يعطيك العافيه، واسعد الله صباح الوطن الجميل، واسعد الله صباحك اختنا لا، واسعد صباح الاخ محمد المجالي. نعم يسعد قلبك. وما شاء الله انا افتخر بهذا الشاب، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يشفيه. طبعا طبعا نفتخر فيه. وهو قدوة الشباب. وانا يعني صراحه اني يعني اعتز بهذا الشاب الشجاع، الشاب القوي الذي تحدى هذا المرض الخبيث. وانا اتمنى لك الشفاء العاجل يا استاذ محمد. الله يقويك. شكرا إن شاء شكرا الله. يا محمد هاي حركة محمد. شكرا هاي بالضبط حركة محمد. العلامة النصر دائما منصورية. خلينا ناخذ هدى. يسعد صباحك يا ربا. يسعد صباحك يا ربا. يسعد صباحك. يسعد صباح ليلى، ويسعد صباح محمد. معاكي محمد ومعاكي ام يوسف، تفضلي. صراحة ليلى من صديقات عمري. وكنت متفاجئة جدا بالخبر. لكن صراحة شجاعة محمد غيرت الموضوع وغيرت نظرتي للمرض بشكل عام. الله يسعدك. الله يسعدك. واجبي واجبي واجبي. شكرا. محمد ولد من أولادي يعني، بس ما بعرف يعني كان الواقع الخبر كثير صعب علينا لكنه خففه. الحمد لله. الحمد لله. واجب هو خفف. واجب بالنسبة لي يعني أنا اعتبرته. شكرا لك ست ربا. شكرا شكرا جزيلا. شو بس هو
فانا بحكي انه هذا الشيء بتعرف يعني انت محمد الشغله الكويسه بانك انت مش بس انت عم تستخدم حتى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حتى توصل رسالتك. بتعرف انه صوتك مش بس وصل للاردن، انت تخطى حدود الاردن. حلمي بالضبط. كثير صار في ناس خارج حدود المملكه عم بيسالوا مين هالشاب القوي، مين هذا الشاب اللي عم بحارب السرطان بكل هاي القوه. هلا ست لانا في شغله، يعني انا كنت بالاول شوي يعني هو الكيماوي ممنوع يتعرض كثير لناس، ممنوع كثير، يعني انا بدك صراحه استغربت كمان من كل الصور يعني اللي كان ينزلها محمد ومعاه ناس، قلت طب يعني حرام هو حتى احنا لما جينا بدنا نصور استاذنا. أيوه انه يعني اذا صحته بتسمح ما بدنا ناذيه تحت العلاج. شوفي 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 المعنويه والنفسيه قديش قديش جد بتعمل. الحمد لله من نفسيتي من معنويتي ما اضطريت اني مره افوت على المستشفى عشان مناعتي نازله، دائما كانت مناعتي ممتازه وفوق. ما شاء الله. انا الحمد لله اخر فحص كان 6000، يعني طبيعي 6000 شيء ممتاز الحمد لله. بالنسبه لمريض سرطان وباخذ كيماوي، كيماوي بهبط المناعه، بهبط النفسيه، العيان، الاكل، هذا انا هاي ما اعتبرته شيء مشكله بالنسبه لي. انت ضعيف لحالك؟ لا شوف بتعرفي انا كنت اضعف من هيك، انا يمكن المحارب المتميز. ما بعدك عم بتقولي لنا الساندويتش؟ لا هلا هو برفض انه يكون يسمي المرضى مرضى، هو ما بده مريض سرطان، انا برضه بدي محارب سرطان، هو بحارب السرطان، هو باخذ انا هسه انا لسه اخذت جرعه يوم الخميس ويوم السبت الماضيات، ولسه ضايل لي 8 جرعات على اساس انه اكمل العلاج، وعلى اساس انه العلاج كيماوي، يعني الكيماوي لازم الجرعات اللي بعد العمليه هاي لازم عشان تلغي شيء، عشان ما يرجع، لانه قلت لك هذا الكانسر ممكن يرجع الرئتين وينتشر بكل الجسم لقدام. لا سمح الله. وين لا سمح الحمد لله. لا سمح الحمد لله. الحمد لله. خوفها زيادة يعني. لا أنا ما بحكي هذا الواقع، هذا الواقع أنا هذا واقع مظبوط، بس طول بالك عليها. يعني مثلاً إنه المحارب في واقع مظبوط إحنا بنعترف فيه، بس في كمان بدنا نراعي مشاعر. أنا بتوجع بتطلع عليه أنا هيك بس بتسمي اضحكي هو لازم يواجه. أنا ما بتوجع أنا بتحمل. شوف أقول لك شغلة، أنا ما بلوم الأم عن أي إشي بتعمله أو بتحس فيه. طبعاً مش بلومها بالضبط، بضل خلاص بترجع منقول أم بالضبط. بس هو كان يفوت على المركز يلاقي كل الناس زعلانه، الامهات بتبكي، هلا شوي صار ياخذ يعني يقول ليش ما اغير، طيب انا ليش الناس بتضل زعلانه؟ وين الفكره من اول انه بدي اغير؟ حتى اللي بيجي بدي احكي عن شغله بس ما بدي احرقها لحلقه الاسبوع الجاي، بس خليني اخذ هذا الاتصال. الو رامي، يسعد صباحك يا رامي من المفرق. كيف حالك لنا؟ اهلا وسهلا. انا حاب اصبح على الجميع وعلى الوطن الغالي. يسعد صباحك يا رامي. وحاب اهدي محمد طاقم المعنويه والله يقويه. الله يسعدك الله يخليك، وانت مثل اعلى ان شاء الله ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وحاب احكي لامك ان شاء الله ما تكون من الصابرات يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا شكرا يا رامي. يسعد صباحك. هلا بدي منك شغلتين. تفضلي. الشغله الاولى بدي اياك توجه رساله معينه لاي شخص انت بدك تحكي له اي شيء. اها مش بس يعني عن السرطان، رسالتي مش بس للمحاربين السرطان او للي له دخل بالسرطان، انا رسالتي لكل حدا عنده حلم، عنده طموح، عند شايف في ضوء، شايف لما يحلم انه في إشي ممكن يسويه، هاي انا رسالتي. الاراده النفسيه، ايمانك بربك، ايمانك بالقدر، ايمانك انه احسن لك، وهاي هذا الاشي انه يعني ما تخلي اشي بالضبط ما تخلي اشي يعني يوقف طريقك، ما تخلي يعني انا هيني بتروا لي رجلي، انا صار معي سرطان، انا لسه بحارب، انا لسه شغال بالمعركه، انا مش موقف، انا بدي اصير، بدي اسوي، ليش في طاقه في اراده. فانت يعني مثلا لما يصير معك مشكله بسيطه، احنا يعني السرطان مش اشي بسيط، البتر اللي صار معي مش اشي غير لي كثير اشياء، بس ان انا اللي بيميزني او الاشي اللي هذا انه انا حكيت انه ما حدا شجعني للبتر، وما حدا قال لي انه انت ابتر خلص روح، انا
وقفت قلت لهم انا بدي هذا القرار، انا بدي البتر، انا متحمل لاي شيء ممكن يصير. فهم استغربوا انه واحد بعمري انه يطلع يحكي زي هيك وشو هذا باله بتهبل. فانا قلت لهم لا، انا مستعد لهذا الشيء، وفعلا انا هسه قاعد بحارب، لسه معركتي شغاله، لسه معركتي بس مع السرطان راح تكمل. انا بوجه رسالتي، السرطان مش موت للحياه، هنالك ما يستحق العيش لاجله، والحياه ليست للعيش، الحياه خلقت للتعايش. طيب ضل في شغلة تانية، شغلة ثالثة. بدي تقرب لي هيك على مالتك شوي صغيرة. ما هو أنا من أول والله. بدي تقرب لي على مالتك. يلا شو بدك تحكي لمامتك حتى نختم لقائنا؟ طلع لي فيها هيك واحكي لها اللي بقلبك. هو جد صراحة يعني ماما إنه أنا دائما بحكي لها ودائما معها، بس إنه أي شيء ممكن أسويه ممكن أفكر أول حدا بأمي. وطبعا ليش لانه في يعني طلع لي فيها هاي الشعور هذا يعني حاس فيها، فهمت كيف؟ زي كانه انا حاس يعني مش فاهم انا شو الوضع. فالحمد لله الحمد لله، يعني اي دمعه كانت تنزل، اي شعور كنت تخبيه علي، الحمد لله احنا هينا قدرنا نغير، الحمد لله رجعت حياتنا للاحسن، الحمد لله. انت ما كنت تتوقعي، قلتي لي يوم العمليه انه بدي ارجع، انا ممكن ما اكونش عايشه بهذا اليوم، خليتك تعيشي، عبطتك قبل العمليه، فتنا بابتسامه، طلعنا بابتسامه، مش خايفين من شيء. قلت بالضبط، قلت لك يلا وهلا عبطه وبوسي على الراس. حبيبي ماما حبيبتي شكرا لكم. انحكي انا وانت بتضحكي يا زلمه. هاي ابتسام، هاي ابتسام توزن. شكرا جزيلا للتلفزيون الاردني، شكرا لكم، وشكرا جزيلا لانك اعطيتني انا قوه واعطيت كل الناس قوه. ام يوسف شكرا لحضورك معنا، الله يطول بعمر محمد وتشوفيه احلى عريس بالدنيا. يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا، الله يسعد صباح الوطن الجميل.